ثالث سيمي فاينل على ملعب واحد. الهوج الأزرق لاريسا من سلوفينيا مع بريتوريكو من إسبانيا. ده أول سيمي فاينل في ميزان تحت 55 بنات. أول 10 ثواني قدرت تجيب لاعبة إسبانيا نقطتين في الهوجو. كل اللاعبين ولاعبات إسبانيا حتى في الصغيرين أو الكبار عندهم سنس حلو قوي في الهوجو الجديد أو اللي هو الدايدو المعتمد على السنسر. بيقدروا عارفين إزاي يجيبوا النقطة بحركات معينة. يعني هي كل ضرباتها بتوصل الهوجو بس ما بتكونش قوية بالقوة الكافية. انذار للعبة اسبانيا عشان وقعت. تتحرك كويس. تعرف تقفل كويس لعبة اسبانيا. اوه. حلوة قوي ستاب لجوه وابطلوا تشاجي باللي ورا جابت بيها 3 نقط. سحبت حلوة قوي ودخلت بونش لكن كانت الجولة خلصت. منتخب اسبانيا واقف بيشجع اللاعبه اللي بتلعب على ملعب واحد كسبانه 5-1 في الجوله الاولى. دي السحبه لجوه ابطول تشاجي لعيبه اسبانيا ما فيهاش كلام طبعا. يعني ما فيش المدرب ما رفعش الكارت او الحكام ما شككوش للحظه كلهم سجلوا. تبدأ الجولة الثالثة. متوقعين ان لعبة اسبانيا تكمل وتوصل للفاينل. حلوة قوي ضربتين في الوش ورا بعض والحكمان بتحاول تلف تفريجي. انذار عشان وقعت. في مدرب سلوفينيا رفع الكارت شايف ان اللعيبه بتاعته جابت 3 نقط. لا بس حلوه قوي لعيبه اسبانيا وقفت سابينج دخلت بطوله تشاجي ورجلها اليمين قدام دخلت ضربت باليمين لفوق جابت 3 نقط وبعدها وسلوفينيا داخله قلبتها هوك. هي كانت جت فعلا تاني ضربه بس المدرب بتاعها ما رفعش الكارت وما تسجلش غير ضربة واحدة منهم. سلوفينيا فعلا جابت أبطولو تشيجي بعدها شمال. هو المفروض مدرب اسبانيا برضو لو كان واخد باله من الضربة اللي فاتت كان المفروض يرفع الكارت ويحاول يطلب من الحكام ان هم يحسبوا الهوك.
رجع الكارت لمدرب سلوفينيا وفعلا هيحسبوا لها 3 نقط. هي جت واضح ان في مشكلة عند ترابيزة الحكام الرئيسية. سكور بقى 8 اسبانيا 5 سلوفينيا. قرب لعبة اسبانيا بتحاول تدخل باللي قدام سريعة قوي. تسحب وتدخل ضربت باللي قدام لكن هي وصلت للهوجو بس الباور بتاعها مش كويس عشان تتحسب. لسه 8-5. تحاول تسحب وتحط مع لعيبة سلوفينيا بس لغاية دلوقتي مفيش نقطة اتسجلت. سبع ثواني. اسبانيا هي كسبانه بس برضو ضغطه. خلصت الجوله الثانيه 8 اسبانيا 5 سلوفينيا. فاضل دقيقه وكل اللعيبه راحت للمدرب بتاعها تعرف مطلوب منها ايه اخر جوله. مدرب سلوفينيا واضح ان هو ما عندوش حاجه يقولها قاعد بيهوي بس. دي ضربة من لعبة اسبانيا مشهورين بيها اللاعبات واللاعبين الاسبان. تبدأ الجولة الثانية الثالثة فاضل دقيقة ونص والسكور 8 لأسبانيا 5 سلوفينيا. هتحاول لعبة سلوفينيا انها تعوض. بدأت تأتاك شوية كانت الجولتين اللي فاتت هي لعبة اسبانيا هي اللي كانت ضغطة. انذار لعبة اسبانيا رفعت رجليها وما كملتش بعدها. لسه فاضل دقيقة فرق نقطتين. لغاية دلوقتي لعبة اسبانيا هي الوحيدة اللي تحركاتها كويسة من البنات. ده تالت يوم في البطولة ولغاية دلوقتي انا شايفة ان هي اكتر واحدة بتتحرك
بتفكر شوية. فرق بقى نقطة واحدة بس، الموضوع قريب قوي ولسه بدري، يعني ممكن في 30 ثانية ده سكور يتغير جامد. وقعت لعبة اسبانيا، لكن الحكم فضل ان هو يدي او شايف من وجهة نظره ان الانذار للعبة سلوفينيا عشان ضربت تحت. 10 ثواني فرق نقطتين، ضربت لعبة سلوفينيا نار تشاجي او هامر كيك من بره لجوه، المدرب بتاعها رفع الكارت وهيطلب فيديو ريبلاي. هيطلب فيديو ريبلاي ان الحكم على الترابيزة الرئيسية يعمل فيديو ريبلاي ويشوف من الكاميرا القريبة من الضربة لو كانت جت فعلا ولا لا. لو جت هيحسب له 3 نقط وهتبقى سلوفينيا 10-9. هي واضحة من عندنا ان هي كانت بعيدة. لو حسبوها طبعا هيبقى خلاص سلوفينيا هي اللي هتكسب الماتش لان فاضل 4 ثواني. للأسف حسبوها كده، هتضطر بعد ما كانت أسبانيا كسبانة هي اللي هتجري ورا لعيبة سلوفينيا عشان تعوض النقطة دي. لو قدرت تديها إنذار تحاول تقرب قبل ما الحكم يبدأ أكتر حاجة تقدر عليها عشان متخدش وقت إنها تأتاك. اقل من 5 ثواني فاضله، طبعا هتجري عليها اول ما الحكم يشيل ايده. برافو والله، يعني جابت بيك تشاجي في الاخر. لا يعني عجباني قوي الصراحه، انذار وهيتعادلوا. لا هو لا طبعا هو هي وقعت بعد ما التايم قفل. وقعت بعد ما التايم قفل فيعني الانذار المفروض ما يتحسبش. في نفس الوقت طالب مدرب سلوفينيا يرفع الكارت، رفع الكارت وبيشرح للحكم نص هو محتاج ايه. هو واضح ان طلبه هو اللي ليه علاقة بطلب مدرب اسبانيا، فهو
مش هيعملوا اتنين فيديو بلايز، هم هيشوفوا واحد بس وهيقرر على اساسه. لو كانت المفروض تاخد الانذار ويبقى سكور 11-11 ولا لا. مش هيبان في الإعادة هنا لو كانت وقعت بعد التايم ولا لأ، لأن السكور بورد مش باين ورا اللعب. الاثنين مستنيين. هي لعبت سلوفينيا من اول ماتش ما فيش اي رياكشن عليها، ولا هي فرحانه انها بتعوض ولا زعلانه انها خسرانه، يعني مش مفهوم. لسه برضو ما فيش اي رياكشن. ممكن هنا تبان دي ده لا، وقعت قبل ما التايم يخلص. هو كده ممكن فعلا الانذار يتحسب والسكور 11-11 ويدخلوا في الجولدن بوينت، بس هنشوف الحكام هيقولوا ايه. هي غالبا لعبت سلوفينيا نامت وهي واقفه. كده الحكم فعلا حسب الانذار وهيروحوا جولدن بوينت. هيبقى فاضل دقيقة، أول واحدة منهم هتجيب بوينت أو هتخلي اللاعبة اللي قصادها تاخد انذارين، هتكسب الماتش وتتأهل إنها تلعب فاينل على الذهب أو الفضة. Thank you.
بدأت الجولدن بوينت بتاعت اسبانيا. بتحاول هي اللي تبقى ماسكة الملعب وتهاجم، تاخد انذار لاعبة سلوفينيا انها رفعت رجليها اكتر من 3 ثواني في الهواء. كده انذار كمان للاعبة سلوفينيا هتخسر. برافو لاعبة اسبانيا، دخلت زقت باللي قدام وجابت نقطتين. هي الصراحة احسن، يعني انا كنت عايزاها تكسب عشان نشوفها تاني في الفاينل.